بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ايفون 6 طبعا الجهاز غيرنا اكثر من شاشة ما يشتغل. حنشوف على ال حنشوف على التحويل، حنشوف على التشغيل، حنشوف على السحب. هذا يسحب 140 160 200 تمام، هاي 300 400. هذا الجهاز فتح لكن ما في شيء على الشاشة. طبعا لحتى نشوف مشكلتنا فين، هنشبك الافوميتر على الشاشة بس. تمام، نصغر هاي. تمام، هذا الافوميتر طالع معنا والسحب ظاهر معنا. طبعا انا فحصت وشفت مشكلتي فين، بس حاب اشرحها ونفهمها مع بعض. طبعا الكونكتر مثل ما احنا شايفين هذا هو على المخطط. انا عندي وحدة من الارجل معطيتني ممانعة عالية. تمام، هنشوف الممانعة فين، هنمشي فيها واحد واحد. مثلا هذا أشوف ممانعته 400، كل الأرجل ممانعاتها سليمة. إذا نمشي فيها واحد واحد أشوف هذا ممانعته سليمة، هذا ممانعته سليمة، إلا آخر رجل ممانعتها 1400. ممانعة آخر رجل 1400، وهو من المفترض يكون 400 على حسب المخطط. إذا نرجع للمخطط، صغر الكاميرا، هذا ما نحتاجه. تمام، اذا نجي على المخطط نشوف الرجل رقم 29 واللي هي مسار ال 1.8 LCM، لازم تكون ممانعته 300 350، يعني 400 معقولة، لكن على الواقع الممانعة وصلت فوق ال 1000. هذا هو مرة ثانية نشوف الممانعة وصلت معنا فوق ال 1500. طبعا ممانع فوق 1500، فهذا يعني في انا عندي غالبا يكون في عندي فلتر في تلف ومسبب الممانعة عالية. لو ان ممانعة قليلة كان مشكلتي كانت التماس في المسار، لكن او بارشوال شورت، يعني شورت جزئي في المسار. لكن هالحالة هاي انا في عندي احد المكونات اللي على التوالي فيها تلف اللي هو مثل الفلتر. انا عندي لو نجي على المخطط نشوفها، هذا المسار متصل معي على فلتر، والطرف الثاني من الفلتر حشوف انا رايح على 1.8 مسار ال 1.8 عفوا. بس ارجع مرة ثانية، هذا الكونكتر، هذا اشوف المسار انا 1.8، والجهة الثانية لازم يكون نفس الممانعة لانه هو متصل على فلتر. فاذا نجي على الواقع نشوف الفلتر، هذا هو. اذا نجي نفحص الفلتر من جهة ال 1.8 حنشوف الممانعة 280، فهو غالبا سليم. ومن الجهة الثانية اللي هي جهة الكونكتر هنشوف الممانعة 1500. هذا يدل على انه في عندي انا مشكلة في المسار هذا. فانا مبدئيا راح اعمل زوم واشيل الحماية واشيل المكون واحط مكانه سلك. تمام، بهالحالة انا هذا جاهز. انا راح ابدا اشيل الحمايه من الاطراف.
طبعا انا ما شلت البورد من الجهاز، لازم تكون انت متمكن من الحراره ما تسبب تلف في شيء ثاني. تمام خلاص، انا هذا المكون اللي هو تالف عندي شايفين هو يتحرك معي. خلاص انا المكون هذا لازم اشيله. او الفلتر هذا لازم انا ارفعه واحط مكانه سلك. تمام شايفين الرجل نفسها طائرة. نتأكد أن الممانعة لسه موجودة على مسار 1.8. أنها سليمة وأنه ما بين الرجل الأخيرة وهذا لازم يعطيني إصفار، أي أنه المسار متصل. فالآن أنا رح أعمل جمبوراية سلك صغير ما بين هاي النقطة تمام والمكثف، طرف المكثف. فنتوكل على الله ونجيب اول شيء الجمبر، سلك الجمبر اللي هو هذا. تمام حناخد اول شيء نمسك الخط اللي تحت اللي هو هذا، تمام نوصل بان السلك عريض ما حينفع معنا. بدنا نجيب سلك عادي رفيع، خلينا في هالموضوع هذا. انا ما احبه هذا السلك يجي عريض ويجي ما هو معزول ويعذب. هذا السلك خفيف ورفيع واول ما تلمس عليه يمسك. الطرف الثاني على كثف
الآن أجي أفحص الممانعة، أشوف الممانعة رجعت تمام. الممانعة رجعت 317. أركب الشاشة. طبعا بعد ما نخلص لازم نحط UV عشان نحمي المنطقة بشكل كامل. نركب الشاشة. وعلى الباور سبلاي كمان عشان نشوف السحب. كبر الشاشة. شغل. هذا الجهاز فتح معي. انتظر الجهاز لما يفتح. اي جهاز 300 400 500. تمام صار واحد. اي الجهاز فتح. ايفون 6 تعلمنا، شفنا طريقة فحص الكونكتر واذا كانت الممانعة عالية او اذا كانت الممانعة قليلة ايش نفحص وايش لفين نتوجه. طبعا سلك الجنابر هذا سيء جدا، عريض، ما احب انا استخدمه، هذا افضل بكثير. هذا هو سلك الجنابر اللي يسأل عليه او اللي يسألني بعدين ايش نوع سلك الجنبر. هذا السنشاين جدا ممتاز. حياتي للجميع، اخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.